بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فقد وفق الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في عدة معارك في بلاد العراق، فقد أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يتوجه إلى بلاد العراق لفتحها، ثم يتوجه إلى بلاد فارس لفتحها أيضا. وهذا من علو الهمة، هذا من العزيمة القوية جدا. أبو بكر رضي الله عنه يفكر في فتح العراق، لم يكتفي بعودة الناس إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا، لم يتوقف عند حروب الردة، وإنما عنده همة عالية ونفس تواقة إلى الخير وإلى نشر دين الله عز وجل، عنده آمال لا تتوقف عند حد معين رضي الله عنه وأرضاه. يعرف منزلة هذا الدين، قيمة هذا الدين، دين الحق ودين الحقيقة، يريد أن يعرضه على الناس وأن يوصله إلى أقصى مكان ممكن في هذه الأرض. فأصدر أمرا إلى خالد رضي الله عنه وارضاه أن يتوجه إلى بلاد العراق لفتحها، ثم لا يتوقف عند ذلك الحد، وإنما يتوجه إلى بلاد فارس أيضا لفتحها. وبالفعل توجه خالد رضي الله عنه وأرضاه ودخل في معارك متعددة مع القوات المسيطرة على هذه الناحية، قوات فارس صحيح، البلاد بلاد العراق، والسكان معظمهم وأغلبهم من العرب، ولكن المسيطر الحاكم الفعلي الفرس، الفرس هم الذين يسيطرون ويحكمون، وسكان هذه الناحية من العرب كانوا نصارى في معظمهم، معظم السكان نصارى، هم عرب ونصارى، والبعض منهم قلة قليلة لا تذكر
دخلت في الديانة الفارسية، ولأمور دنيا. المقصود أن خالد دخل في معارك طاحنة واقترب من مدينة الحيرة، والحيرة هي أهم مدينة في هذه الناحية على شاطئ الفرات، على شاطئ الفرات، وهي المدينة الأشهر أو الأهم في هذه الناحية. الأهم من ناحية الموقع، لها صلات مع بلاد فارس من ناحية، ومع الشام من ناحية، ومع الجزيرة العربية من ناحية، فهي مدينة استراتيجية استراتيجية، لها طرق مواصلات، وهي مدينة قديمة، وهي مدينة خطيرة، وفيها الثقل، وقريبة من المدائن. المدائن عاصمة الفرس، كانت تسمى في ذلك الزمان بطي صفون، مدينة طي صفون اللي هي مدينة المدائن، فيها قصر كسرى. مدينة الحيرة كانت حصينة اللي بيحكمها قائد فارسي، ولكن ليس من القواد الكبار السابقين، الأنظر زغر وجابان وهرمز وغير هؤلاء. لا، هي القوات دول الحمد لله انتهوا، اللي قتل واللي هرب، أصبح اللي فيها القائد اللي فيها مقيم فيها وليس مبعوثا من عند كسرى. القائد اللي فيها أو الجيش اللي فيها، المعارك السابقة كان خالد بيواجه جيوش مبعوثة مرسلة من عند كسرى. لا، هو اقترب من الحيرة، والحيرة الجيش اللي فيها جيش فارسي مقيم، وبالتالي اللي بيحكم الجيش ده واللي بيحكم الحيرة يطلق عليه مرزبان. مرزبان يساوي عندنا محافظ. يبقى هو دلوقتي اللي بيحكمه المحافظ بتاعها، مش جايله مثلا جيش من عند كسرى، هو المحافظ اللي حيدافع عن البلد دي الحيرة. والمرزبان قائد الحيرة او اللي يحكمها الفارسي عنده جيش طبعا، هو لازم الجيش بيبقى مسيطر على البلد، وجيش فارسي، والبلد فيها عرب. مين العرب فيها؟ قبائل كبيرة وقوية، ولكن اتهزمت قبل كده في حروب مع الفرس، فأصبح الفرس اللي بيحكموا البلد، بس القبائل برضو موجودين وعاملين تكتلات في نواحي من الحيرة، علشان بس الصورة تتضح. يعني قول مثلا زي مدينة اسكندرية فيها صعيدة، دول عاملين قبيلة كبيرة، قبيلة الصعيدة، وفيها فلاحين عاملين قبيلة كبيرة جدا، وفيها عرب برضو عاملين قبيلة كبيرة جدا، وفيها أولاد البلد. فالحيرة فيها أربع قبائل كبيرة، قبيلة بقيادة إياس بن قبيصة، قبيصة إياس بن قبيصة ده قائد قبيلة، وقبيلة كبيرة جدا عندها أفراد، ولها قلعة، حصن، قصر كبير. القصر ده جوه منه قائد القبيلة ومعاه قوات، مع عساكر جنود من القبيلة بيتحكموا في شؤون القبيلة. وعندنا قبيلة تانية بقيادة عدي ابن عدي، دي قبيلة برضو تانية كبيرة ولها قائد ولها قصر ولها قلعة ولها حصن. والقبيلة الرابعة بقيادة حيري، على وزن عندنا احنا خيري بس هو اسمه حيري، حيري ابن اوكال، قبيلة رابعة، تلت القبيلة الرابعة بقيادة ابن بقيلة اسمه عمرو ابن عبد المسيح ابن بقيلة. بقيلة ده اسم جدة، فمشهور باسم ابن بقيلة انه هو اسمه عمرو ابن عبد المسيح. دول قواد
لقبائل كبيرة وقوية في الحيرة، بس اللي غالب عليهم الفرس، فالفرس هم كمان لهم جيش وكبير، والقائد الجيش وقائد البلد المرزبان، وكل بلد كبيرة اللي عليها مرزبان، الجمع مرازبة، دول المحافظين. فالمرزبان بتاع الحيرة توقع ان خالد بن الوليد جاي في ناحيته، جاي له، لان المدينة الاولين اسمها انغيشيا، كان سيدنا خالد بن الوليد دخلها ووجدها فارغة، اهل انغيشيا كانوا هربوا قبل كده وطلعوا منها واتأسروا واللي اتقتل، ودخل لها البلد فارغة، بيوت فاش حد، اهلها هربوا منها، فيها غنايم يعني كبيرة جدا، اخذ الغنايم والبيوت ليس فيها سكان، والبيوت اللي ليس فيها سكان تغري، تغري مين؟ هتغري النصارى العرب ان يرجعوا يسكنوها تاني، او الفرس، طول ما البيوت موجودة طب نسكن هنا، نسكن هنا وهتيجوا تاني تسكنوا في المدينة. المسلمين مش هيسكنوها، ليه مش هيسكنوها؟ المسلمين عندهم معارك فتوحات، فبلد فيها بيوت فاضية تعمل مشكلة للمسلمين، صح ولا لا؟ لو فكرت فيها كده تقول ياه، ما الفرس ما هييجوا، يقول لك طب ما نروح بلد فاضيه ما وفيها بيوت، طب ما نروح ونحارب عشان نخشها ونسكنها، هيعملوا مشكله بعد كده. النصارى العرب برضه يقول لك طب ما مدينه فيها بيوت فارغه خاويه، طب ما نروح وناخد جيش ونسكنها ونحارب. فعلشان يقطع عليهم التفكير ده سيدنا خالد عمل ايه؟ امر بهدم البيوت، ان ما فيهاش اهل ما فيهاش ناس، البيوت تتبنى، بس حتى يقطع خط التفكير على الناس، يبقى كده ما حدش هيفكر يجي من الناحيه اللي ورا وخلاص. اصبح خالد في طريقه الى الحيره. نرجع تاني، بس انا برجعك في التاريخ، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر المسلمين انهم سيفتحون الحيره، سيفتحون الحيرة، والنبي عليه السلام كان قال لهم ان القصور بتاعت الحيرة تشبه انياب الكلاب، القصر كده كأنه ناب، قصر كبير واللي شوفه من بعيد قوي كأنه ناب بتاع كلب، انتوا تعرفوا ناب الكلب عامل ازاي، دي قصور الحيرة. وطبعا برضو بالمناسبة ايام غزوة الخندق، حفر الخندق، لما كان الصحابة نازلين يحفروا الخندق عرضت لهم صخرة كبيرة لا تأخذ منها المعاول، المعول الحجاري أو لا يؤثر في الصخرة دي، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقال أنا نازل عليه الصلاة والسلام قد ربط حجرا على بطني من شدة الجوع، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول الحجاري ورفع وقال بسم الله وضرب فتفتت جزء منها وبرقت بارقة نور، الضربة عملت نور، قال الله أكبر، فتحت فارس. وبعدين رفع المعول مرة تانية قال بسم الله وضرب فبرقت بارقة، قال الله أكبر، فتحت الشام، وأخذ المعول رفع المعول قال بسم الله وضرب الضربة الثالثة قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، اليمن فتحت الحمد لله. فالنبي تنبأ أن إيه؟ فارس، ستفتح فارس، فارس كلها، والحيرة بالذات النبي قال اسمها عليه الصلاة والسلام. والنبي لما قال الحيرة وان هي هتفتح وذكر البشارة بهذا، واحد من الصحابة قاعد عارف الحيرة، راحها زمان هو صغير، كان شاب راحها زمان هو صغير وعارف الحيرة وعارف العيلة بتاعت عمرو بن عبد المسيح، عارف العيلة دي وعارف عمرو بن عبد المسيح، له أخته اسمها كرامة برضو بنت عبد المسيح، أخت عمرو بن عبد المسيح، هو اسمه ابن بقيلة
وكرامة تبقى ايه بنت بقيلة. والصحابي ده اسلم كان راح الحيرة وعارفها، عارف الحيرة، وسمع نفسه بيبشر المسلمين بالفتح. قال يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة، لما نخش كده خليها بتاعتي انا. قال هي لك، هي لك خلاص. بقى عنده ايه؟ عندنا بشارة وعنده ايه؟ وعد ان هياخد ابنته ايه؟ بقيلة. مين الصحابي ده؟ سيدنا شويل رضي الله عنه، اسمه هكذا شويل، سيدنا شويل رضي الله عنه. خلاص ده حصل ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. بقى سيدنا خالد رايح، عندنا البشارة، عندنا بشارات بفتح بلاد فارس، ودي بتخلي فيه تصميم وعزم وقوة ويقين، حالة معنوية وحالة نفسية هائلة وقوية، البشارات والنبوءات. وعندنا وعد لسيدنا شويل، وعندنا وعد بشارة بفتح الحيرة. مقصود سيدنا خالد توجه إلى الحيرة. المرزبان بتاع الحيرة جاءت إليه الأخبار. أولا هو توقع أن المحطة القادمة المسلمين هيقولوا هو، فبدأ ياخد سلسلة من الإجراءات. إيه السلسلة دي؟ إجراءات حربية عسكرية. قسم الجيش بتاعه الفارسي لنصين، نص بقيادة ابنه، ابنه. وموضوع التوريث ده ظهر من زمان قوي، وطول عمر كده، ويبقى ابنه هو قائد القوات المسلحة ويترقى ياخد ايه لواء وحاجة كبيرة كده بسرعة يترقى. المقصود يعني نص الجيش قسمه، والقائد على الجيش ابنه، وأمره بالخروج، اطلع استقبل العرب المسلمين. خالد اللي جاي ده استقبله بره الحيرة. والنص الثاني بتاع اللي في الجيش بقيادة المرزبان. يبقى بدل ما سيدنا خالد هيخش معركة واحدة ضد الجيش الفارسي، هيخلوها اتنين. ينهك، ينهك أول معركة، نشوف إيه اللي هيجرى فيها. يمكن يفقد جزء من قواته، جزء من سلاحه، يمكن ينهك، يمكن يهزم. ولو غلب يبقى برضو بدل ما يغلب في معركة واحدة يغلب في معركتين. يعني ده إجراء حربي عسكري فكر فيه المرزبان يعني كطريقة للدفاع عن البلد. وكمان لم ينتظر، ده أمر الجيوش ابنه هيطلع برا، وهو كمان هيطلع يدافع عن مدينة برا، برا المدينة. نمرة اتنين لجأ إلى إجراء آخر. الحيرة دي على نهر الفرات كما تشاهدون، فعمل إيه؟ أمر بسد النهر. يتسد النهر ليه؟ المسلمين عشان يختصروا الوقت والمسافة، عندهم سفن، بيركبوا سفن، هيركبوا سفن يروحوا ينزلوا الحيرة. فعلشان ما يركبوش سفن يمشوا كده في الصحراء أو في البر، فأمر بسد النهر. النهر لما يتسد المية تعلى، مش كده ولا ايه؟ في سد المية تقعد تعلى، فبيعملها ايه؟ بيعملها مجاري جانبية، مجاري مجاري، المية الزيادة تنزل في المجرى وتروح على تروي أراضي. فما عادش عنده مشكلة لما يسد النهر، هو عامل مجاري فرعية جانبية هتروح تجري بالمية وتسقي مناطق كبيرة. المقصود هذا إجراء. فالرجل بدأ يفكر ويحط خطط إزاي يدافع عن الحيرة، وهي خطط حربية وعسكرية، وهي يعني فعالة. انت لما تيجي تفكر فيها فعلا دي كده بيدافع عن البلد بطريقة. سيدنا خالد تقدم وفوجئ بالخبر اللي جاله ان النهر مسدود. فاستشار الفلاحين، طب احنا عشان نوصل عايزين نركب سفن نعمل ايه؟ قالوا له المجاري، المجرى الفرعي، زي ما هو سد الفرات انت سد ايه؟ المجرى الفرعي.
فيحصل فيضان، فالمية تعلى وتغطي السد ده، فممكن المركب تمشي من فوق منه او يضطروا ان هم ايه يفتحوا السد يعني هيغرقوا. فده استشار سيدنا خالد الفلاحين فقالوا له الاجراء ده، السد، علاج السد ده ان انت كمان ايه تسد الفروع، يبقى سد ايه بسد. طيب بس هنوصل للفروع دي ازاي؟ اتقدم سيدنا خالد ففوجئ بخيول ابن المرزبان، حتى ابن المرزبان هو كان مقسم النص بتاعه لنصين، الخيالة والرجالة. الخيالة الاول، فسيدنا خالد فوجئ بالخيول، فاجئ، لانه قدام برضه واحد بيدافع عن مدينته وبيخطط، ودول قواد حربيين عسكريين عندهم خبرة، فوجئ بالخيول. فهجم خالد على الخيول ومن يركو حتى أنامهم، نيمهم في مكانهم، ثم نهض بسرعة. قال يبقى في مفاجآت لما ننتظر في ثم نهض بسرعة وتقدم ففوجئ بالرجالة، الرجالة بتوع ابن المرزبان، فقاتلهم قتالا عنيفا ونصره الله عليهم. احنا طبعا احنا بقول كلمة كده يعني اللي بيسمع يقول ايه، ما طبعا انت هتقول ونصره الله عليه. سيدنا خالد سيف الله سله على الكفار والمشركين، سيدنا خالد لم يدخل في معركة وهزم فيها رضي الله عنه وارضاه. دي الدلائل بتاعتها كتيرة والشواهد بتاعتها كتيرة، الوقائع والأدلة والإثباتات. لم يثبت في كتب التاريخ أبدا أن خالد بن الوليد بعد أن أسلم دخل في معركة وهزم، ما في. ليه بقى لم يهزم؟ ما كانش بيتهزم، ودي الحقيقة اللي أنا بقولها دي هذه حقيقة. أي باحث في كتب التاريخ سوف يصل إلى هذه الحقيقة، هيعرفها أن سيدنا خالد ما كانش بيهزم أبدا. ليه ما كانش بيهزم أبدا؟ هل لأنه مفكر عنده أفكار في الحرب والقتال؟ هل لأنه كان قوي بدنيا وجسمانيا، عنده لياقة فائقة جدا حربية وعسكرية؟ هذه أسباب، إنما السبب أن الله عز وجل وفقه وأيده. ربنا اللي بيلهمه كل معركة وكل حرب، ربنا بيلهمه كيف يتصرف فيها، ماذا يفعل فيها، ربنا بيرزقه أسباب النصر. فهو سيف سله الله على الكفار والمشركين، والسيف اللي ربنا يسلطه على الكفار والمشركين لا يهزم، لا يغلب، لا يفل، لا ينكسر، لا يخيب، لا يفشل أبدا. فهذا هو السر. فكل معركة بيخش فيها سيدنا خالد ربنا بينصره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذه سنة ربنا سبحانه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أيا كان عدده، أيا كان عدته، أيا كان اسمه، أيا كان بلده، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ده الدين، ده الإيمان، ده القرآن، هذا سنة الله عز وجل، هذا حكم الله، هذه مشيئة الله، هذه إرادة الله، هذا تدبير الله تبارك وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. سيدنا خالد يخش تقابلوا الخيور النيمة، تقابلوا الرجالة، يخش معهم في معركة طاحنة، فينصره الله عليهم. ربنا يرزقه الأسباب، وربنا رزقه. سيدنا خالد عقلية عبقرية فذة في المجال الحربي والعسكري، عقلية، وعنده مهارات أيضا، عنده قوة جسمانية، يناور ويقاتل، عنده مهارات في الضرب والطعن والقتال، عنده خبرات، عنده كل أسباب النصر والتمكين، بالإضافة طبعا للأساس والإيمان، الإيمان والثقة بالله واليقين وصلاح القلب. صلاح القلب ده مهم جدا. المقصود فأدي أول نص من الجيش بتاع المرزبان تم القضاء عليه الحمد لله. اتقدم سيدنا خالد علشان يشوف موضوع السد ده ايه،
السد. فالفلاحين اشاروا عليه ان يسد هو كمان المجاري، الميه تبقى فيه فيضان، ممكن السفن او المراكب الصغيره وهذا ما حدث. جاي سادد المجاري، المجرى، الفروع بتاعه النهر. طبعا عشان يسد الفروع بتاعه النهر دي، العمل ده هيتم ازاي؟ عنده هندسه ميكانيكيه وعنده الصحابه وما كانوا يعرفون الحرب البحريه، حروب البحار دوما في الجزيره العربيه في الصحراء، ما عندهم انهار والبحار ما كانوش يروحوها كتير. انما يعني باختصار احنا ما عندناش تفاصيل كتير، ربنا وفقهم سدوا الفروع بتاعه النهر ازاي؟ جابوا خشب منين ولا جابوا حديد منين؟ عملوه ازاي؟ الناس كانوا عارفينها، ربما يكونوا اكتسبوا الخبرات، سالوا الناس بتعملوا ازاي، بتسدوا الفرع ده ازاي، تفتحوه ازاي، تقفلوه ازاي. ها، وفعلا اغلقوا التفريعات بتاعه النهر حتى سال الماء في مجراه، الميه فاضت عليت وعلت فوق السد اللي عاملينه، وركب السفن سيدنا خالد باللي معاه ورايحين على الحيره. وصلت الاخبار للمرزبان يعمل ايه، وهو كان مجهز نص الجيش بتاعه ان لما يجي له خالد هيطلع له بره هو كمان. انما التغيرات، عنصر المفاجاه، ايه ده؟ جاله ثلاث اخبار. اول خبر جاله موت ابنه، ابنه مات قتل، واللي يظهر من السياق ان ابنه كان له شأن في الحروب والقتال فقدمه، فده كان صدمة بالنسبة له. والصدمة التانية ان جاله في نفس التوقيت ده خبر موت كسرى بتاع الفرس أزدشير رأس الإمبراطورية، مات. والخبر الثالث اللي جاله ان موضوع السد اللي كان عامله المسلمين تغلبوا عليه، حلوا المشكله بتاعت السد وراكبين السفن وخلاص، يعني وقت قصير ويوصلوا. ماذا فعل الرجل؟ الرجل يفكر وهو اللي كان حط الخطط والاجراءات وكده، فقال الحل الوحيد اللي اضمن له السماء ان يهرب. اهرب، لانه هو قدام قوه ده يعني لم يفكر فيها، لم يعمل حسابها، ان مين اللي كان يتجرأ، مين من العرب اللي يتجرأ يحارب فارس، مين اللي فكر؟ لا، ده هو قدام قوة حربية عسكرية صاعدة. ده جم لحد بلادنا، ده غلبوا نص الجيش، ده تغلبوا على موضوع السد، يبقى الحرب اللي جاية دي خسرانة. فهرب الرجل وترك البلد. وهذا الرعب هذا يعني يسلطه الله عز وجل على القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب ده يعني جند من جنود الله يسلطه على من يشاء، لا يقاوم. شوف اليهود لما كانوا متحصنين في القلاع والحصون، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر، ما ظننتم أن يخرجوا مسلمين؟ ما ظنوا أنهم حينزلوا حصون قلاع، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إيه الرعب اللي جوه القلوب؟ ربنا يسلطه على القلوب، تسلم. هو القوي القادر المقتدر، لا يغالب، سبحانه، لا يعجزه شيء، سبحانه. المقصود ان فر المرزبان والبلد بقت مفتوحة امام خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فدخلها. لما دخل الحيرة أنزل عساكره مكان عسكر المرزبان. الحمد لله بقى الجيش الموجود النهارده في الحيرة هو جيش المسلمين،
وقوة المسلمين هي موجودة بعدما كانت قوة الفرس، ولكن في قبائل عربية كبيرة اللي هي مكتوب أسماءها على الصبورة، القبائل دي هتبتدي بقى تدافع، هي كمان تحارب، بس القوة هائلة جدا، وهم قبائل متفرقين مش متحدين، صحيح البلد كبيرة وكل قبيلة لها ناحية ولها جهة، كانوا متفرقين. وسيدنا خالد لما نزل أمر بضرب الحصار على الحصون، القصور بتاعتهم، الحصار، أمر ببدء الحصار فورا. فهم دخلوا بيتشاوروا نعملوا ايه، نصرفوا، ففوجئوا ان الحصار بقى مضروب عليهم. وسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه يعين كل قائد يحاصر حصن، كل واحد بقى ايه حسب مواصفاته، القبيلة دي ينفع لها فلان، والقبيلة دي ينفع لها فلان، القبيلة دي ينفع لها فلان. فاختار رضي الله عنه وارضاه ضرار بن الأزور يحاصر إياس بن قبيصة، قبيصي الصعيدة سموه قبيصي، فضرار بن الأزور حيحاصر ايه قبيصي، قبيصي إياس بن قبيصة عشان ما تنساش، وضرار بن الخطاب حيحاصر القصر بتاع عدي ابن عدي قائد، وضرار ابن مقرن او مقرن، مقرن دول اخوات بني مقرن، اخوات اربعه من الشجعان الاقوياء، هم كانوا كتير، كانوا سبعه ممكن اكتر من الرجال، فمختار منهم ضرار ابن مقرن او مقرن لحصار حيري، خيري حيري ابن اوكال، ها، فده ضرار وده ضرار وده ضرار، خلصوا. فاختار المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه لحصار ابن بقيلة، ابن عمرو بن عبد المسيح ابن بقيلة، واتضرب الحصار. وسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه أرسل إليهم رسائل، كل قائد مبعوث له رسالة، إيه الرسالة؟ أول حاجة يدعوه إلى الإسلام هو ومن معه، فإن أسلموا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، الدعوة إلى الإسلام أولا، فإن هم أبوا يعرض عليهم الجزية، يعقدوا عقد ذمة ويدفعوا الجزية للمسلمين، فإن هم أبوا لم يبق إلا القتال، بعت لهم الرسائل دي، كل قائد من دول هيبعت رسالة للقائد المحاصر يبين له الأحكام دي. وكان سيدنا خالد أمر القواد أن لا يمكنوا الأعداء منهم، يقول له أنت في الحصن بس أوعى أوعى يتمكنوا منك، أوعى يلاقوا ثغرة، أوعى ينتهزوا فرصة، فمخلي القوات برضو في غاية الانتباه والحيطة والحظل، اوعى اوعى اوعى، طبعا امر خطير جدا ومهم جدا. والحاجة التالتة قايل لهم، قايل القواد المسلمين لما يرغبوا خلاص في قتال الاعداء، لما يرفضوا العروض المعروضة وقرروا ان هم يقتلوا، يقول له لا تمنع المسلمين من قتالهم، ما خلاص ما عادش في خيار ان انت تنسحب وترجع وتقول ما رضوش بولا واحد من التلاتة، مش هنحقق ولا واحد، لا، يا يخشوا في الاسلام يا الجزية يا اما تقتلوهم سيبهمش. فعنده اوامر حازمة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، والتلات خيارات دول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي امر بيهم، النبي اللي كان بيوصي اذا يعني بعثا عليه الصلاة والسلام، كان يوصي أمير هذا البعث، كان يوصي الأمراء أن يعرضوا الإسلام على الناس قبل أن يقاتلوهم، فإنهم أجابوا يقبلوا منهم، خلاص استجابوا دخلوا الإسلام لازم نقبل، وإنهم أبوا نعرض عليهم الجزية قبل من قتلهم
لأن لو رفض الإسلام طيب إحنا هنحكم هذه الناحية، إحنا لنا السيطرة، لنا الحكم، لا نجبرك على دخول الإسلام بس إحنا المسيطرين، لنا السمع والطاعة، لنا الولاء، توافق على أن السيطرة لأهل الإسلام وتبرهنوا على قبولكم بهذا. إزاي برهنوا أنهم قبلوا سيطرة أهل الإسلام؟ أنهم يدفعوا الجزية، والجزية عن يد يعني عن غنى، يعني اللي معاه يدفع، اللي معهوش ما يدفعش، وهم صاغرون عن ذل، عن يعني المسلمين متمكنين منهم، لازم يفهموا هذه القضايا. فكلمة عن يد يعني ايه؟ عن قدرة اللي معاه يعني. ها؟ طب اللي معهوش تسقط عنه الجزية، وهذه من رحمة الإسلام بغير المسلمين، اللي ما معه خلاص ما يدفع. بس طبعا في تدقيق، مين اللي معاه ومين اللي ما معهوش، ولا كل الناس يقولوا ما معناش. المقصود ان الجزية هذه مقدار زهيد، زهيد جدا، بتتجمع كل سنة او مثلا او كل ستة اشهر. الجزية ما كانش فيه ارهاق على غير المسلمين، يعني علشان مثلا تستوعبها بأسعارنا اليومين دول وبعملتنا اليومين دول، كان بيتفرض على الرجل مثلا يدفع في السنة 5 جنيه، 10 جنيه في السنة. دي ترهق حد؟ تتعب حد؟ ما في إرهاق، بس علامة ان انا تحت حكم المسلمين، ده انا بدفع اهو، طالما بدفع يبقى انا ايه تحت السيطرة وموافق. اللي يبتدي يمنع الدفع ده متمرد، تعرف انه مش قابل ومش راضي ومش موافق ويبتدي يتمرد، فدي علامة. وهذه الاموال كانت تنفق عليهم وعلى غيرهم لصالحهم، هم مش ساكنين، مش في بلد، مش محتاجين طرق، مش محتاجين انهار، مش محتاجين مياه، مش محتاجين بضايع، محتاجين خدمات. واضح؟ فالجزية دي كان مبلغ زهيد لا يشق، 10 جنيه 20 جنيه في السنة كلها، حتى لو قلنا 100 جنيه في السنة مبلغ زهيد جدا، قدامك طول السنة تجمع فيه، واللي معهوش خلاص بتسقط عنه. المقصود ان سيدنا خالد كان موصي الامراء يبعثوا يعرضوا على الناس يا اما الاسلام، وزي ما قلت لك ان اسامه اللي كان موصي بكده الاسلام، لو الناس رفضوا ما نحاربهمش، امال نعرض عليهم الجزيه، ادفعوا الجزيه وتقبلوا بسيطره الاسلام، لان هتنزع منهم الاسلحه، ان الاسلام هو اللي مسيطر عشان ما يحاربوش المسلمين، وبالتالي محتاجين حد يدافع عنهم، المسلمين يدافعوا عنهم ويدفعوا الجزية. ولو تعرضوا لاعتداء خارجي والمسلمين ما قدروش يدافعوا عنهم ما يدفعوش الجزية. شوف الشروط جميلة بالنسبة لهم يعني. طب لو ما رضيوش آخر حاجة القتال، طب القتال يبقى خلاص قتال. اتعرضت، ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا خالد عارفه وفهمه وبيطبقه وبيبلغه، وهو ده الإسلام. الإسلام لا يتعجل قتال الناس ولا يتشوف إلى قتال الناس ولا إلى إراقة الدماء، بالعكس خشوا بالإسلام، مش عايزين لا إكراها في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خليكوا زي ما انتوا بس ادفعوا الجزية وما فيهاش مشقة على حد، بس فيها اثبات سيطره، فيها ان في تغيرات في المنطقه ديت عمليه، ما تقولوش احنا قبلنا ورضينا ووافقنا بالكلام، لازم ترجمه عمليه، تدفع الجزيه مبالغ زهيده جدا بس لها معاني كتيره جدا. رفضوا يبقى القتال، هم اللي اختاروا، مش احنا اللي اخترنا الحرب، الاسلام لا يختار هذا، انتوا اللي اختاروا. تامل هذه من فضائل هذا الدين، من محاسنه، والدين كله فضائل ومحاسن. فهم اختاروا لما اتعرض عليهم، اختاروا ايه؟ القتال. قالوا لا احنا اللي عايزين الاسلام ولا ندفع الجزيه، واحنا الاربع قبائل
فبدأوا وهم اللي بدأوا بحذف المسلمين. ايه الحذف؟ يرموا المسلمين بحصى من ناحية ويضربوهم من ناحية اخرى بانواع اخرى من الضرب. يعني حصى يجي من ناحية وضرب تاني يجي من ناحية. خلاص. فاستعان المسلمون بالله، سيدنا خالد امرهم ان هم يردوا، فبدأوا ايه؟ بدأوا يرمونهم بالنبال، بالسهام تروح للحصون والقلاع ديت، وفي بلا في مباني تانية تبع للقبيلة، ما قبيلة لها قصور ولها مباني. فبدأ الصحابة ايه؟ طالما في اعتداء وبتحاربونا خش على المباني، افتح كل المباني الحصينة، افتح حولوا المسلمين ومعاهم ادوات، حتى القلاع والحصون بدأوا يحاولوا ان هم ايه ينقبوها، يخرموها، يخرقوها. وفعلا بدأوا ان هم يحدثوا فجوات وثغرات وفتحات في الجدر والبيوت والقلاع والحصون. فنادى القسيسون، القساوسة، لان العرب دول نصارى زي ما قلت لك، القساوسة، نادوا على القيادات بتاعتهم وقالوا اللي هيقتلنا هم انتوا مش المسلمين، طريقتكم دي هي اللي هتقتلنا. هم اللي رحمك الله. فبدأ القواد ينادوا على المسلمين، قبلنا واحد من هذه الثلاثة. احنا عرفتوا عن الثلاثة، احنا خلاص هنقبل واحد من الثلاثة دول، الجزية. وارسلوا الى خالد يطلبون المصالحة. خلاص شوفوا انت ايه الجزية بتعملوها ازاي، بتفرضوها ازاي، تحسبوها ازاي، وهو ده اللي ايه اللي هم اختاروه القتال، اختاروك وما الاساس قالوا لهم انتوا اللي هتقتلونا. خبرات ومعلومات المسلمين الحمد لله بينتصروا، ربنا بينصرهم، فكانهم اروا النتيجه مسبقا، انتوا اللي هتقتلونا، سوف تتسببون في قتلنا. فما عادش قدام غير ان يرجعوا تاني الاحتبالين الاولانيين، خشوا في الاسلام او ايه؟ الجزيه. فقالوا اخترنا الجزيه. طب ليه ما تختاروش الاسلام؟ الناس ما في بعض الموانع تمنعهم من الاسلام، كلها امور دنيا، احوال شخصيه المقصود يعني طلبوا الصلح. فسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه بدا يبعث اليهم، تعالوا 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 هنعمل الصلح، ولكن في حاجه قبل الصلح، حاجه. قام شويل رضي الله عنه وارضاه، شويل، وقال سيدنا خالد النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بفتح الحيرة ووعدني ان لو اتفتح الحيرة اخد ابنة بقيلة. فسيدنا خالد بعت لعمر بن عبد المسيح قال له قبل الصلح، قبل ما نوافق على الصلح، تسلمونا ايه؟ كرامة بنت بقيلة دي البس عايزينها من عندكم ونتم الصلح، هذا الشرط بتاعنا، توافقوا توافقوا، ما توافقوش يبقى ما فيش صلح. وفعلا بعد مشاورات فبعتوا لسيدنا خالد، انت عايز منها ايه؟ دي عندها دلوقتي 80 سنة، 80 سنة، وكان سيدنا شويل رآها وهي صغيرة، شافها زمان وهي صغيرة شابة، فقال لي بقى هي زي، فقالوا ده عندها 80 سنة، فقالوا عايزينها. فقلت لهم ابعتوني وانا اعرف اجي تاني، انا اعرف اتصرف يعني، بس ابعتوني، ما ليس فيها خدمة، ما دي هتبقى مملوكة، مملوكة و80 سنة، ايه اللي فيها؟ ما فيهاش حاجة خالص. قلت لهم ادفعوني وسوف اتخلص، انا اعرف اخلص. فدفعوا، اتفضلوا سلموها لشويل، لان سيدنا خالد قال له بقى ايه؟ تجيب شهود. فشهد له اثنان من الصحابه، اثنين شهدوا فعلا ان الرسول وعدوا ان ايه لو اتفتحت الحيره ياخد بنت فادوها له. فلما ادوها له قالت له انت، انا بنتي 80 سنه، انت عايز مني ايه؟ في خدمه؟ ما فيش خدمه. يعني امور اخرى ما فيهاش 80 سنه، فانت تقول بيا ايه؟ رجعني لاهلي واطلب اللي انت عايزه، شوف انت عايز كده. قال والله لا اردك الا بعد ان اخذ 10 مئة
عشر ميات يعني ألف درهم، دي ولا حاجة، ثقلة كتير. هي عملت مكارة لا كتير، وهو دي يعني ألف، ده هم عندهم ألاف الملايين، قالت له كتير ومش كتير وإيه؟ قال لها لا هو كده، إن ما كانش عشر ميات مش هرجعك لأهلك. احتالت عليه، وفعلا بعد اللي قالها جابوا له العشر ميات وادها له فسبها لهم. فواحد يقول له انت رضيت منها، دي بنت، دي اخت سيد القبيله، اطلب الارقام، اطلب اخر العدد، اخر حاجه. قال وهل بعد الالف عدد؟ هو في عدد تاني بعد العشر؟ ما عندوش فكره. قالوا لو طلبت مئة الف لدفعوا اليك مئة الف. قالوا هل بعد الالف عدد؟ انا نعرفش. فراحوا سيدنا خالد قالوا له خدعته، فقال له بقى كلمة مشهورة: أردت أمرا وأراد الله أمرا. أنت خلاص، أنت أردت آخر العدد، ربنا رضي أن هي تفتك من الأسر ورجعت لها. خلاص. الصلح بقى. فسيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه خالد بن الوليد فلان وفلان وفلان، وذول الأسامي دي النقباء أهل الحيرة، صالحتهم على قدر معين، كل قبيلة لها قدر معين من المال سنويا يؤخذ حتى من الرهبان والقساوسة، من كان منهم عن يد. أما من كان منقطعا خاليا من الدنيا فلا شيء عليه، اللي يملك يتاخد منه كل سنة، واللي منعزل وتارك للدنيا وبعيد من القساوسة والرهبان لا شيء عليه في الصلح. وكتب لهم في الصلح: وعلى أن نمنعهم، فإن لم نمنعهم فليس عليهم شيء، احنا نحميهم، لو ما حميناهمش ما يدفعوش الجزية. وكتب في الصلح في البند برضو ايه: وألا يخونوا الذمة، ألا ينقضوا الذمة، نقض الذمة إنهم يتوقفوا عن دفع الجزية، أو في نواقض أخرى للذمة، شتم المسلمين، شتم الدين، والانتهاك عقد أعراض المسلمين، وأخذ عليهم هذه الشروط، وتم إبرام الصلح، واتفتحت بقى القصور، واتفتحت القلاع والحصون، وخلاص بقى المسلمين هم المسيطرين على الحيرة. فصلى خالد صلاة الفتح ثمان ركعات بتسليمة واحدة، صلاة الفتح ثمان ركعات ورا بعض بتسليمة واحدة، دي صلاة الفتح، والأمور استقرت، واتخذ من الحيرة مركز. بقى سيدنا خالد يبعت في قرى تابعة للحيرة، قرى، وفي زي احنا نسميها باليومين دول نجوع، وفي كفور، في توابع كتيرة جدا، لدرجة ان المسافة ما بين الفرات ودجلة كلها بقت تحت سيطرة الاسلام والمسلمين، كلها عندهم، كتب لهم عهود وبيدفعوا الجزية، وايضا منهم من دفع ايه الخراج على الارض. دول يعني انا اتكلم عنهم مره تانية بشيء من التفصيل ان شاء الله. بس خلاص بقى في سيطره، وسيدنا خالد عين بقى ايه القواد، انت تحكم البلد دي، وقاده الثغور كل واحد على طريق ممكن الجيوش تخش منه لحرب المسلمين. فسيدنا خالد حاطط عليه قائد فله قواد، الجيوش انتشرت، والقادة اللي بيحكموا الأماكن انتشروا، واستقرت الأمور بحمد الله. نرجع والصلح لما تم الصلح الحمد لله، ابن بقيلة كتب الصلح، ومعاه منصف خادم بتاعه، وعليه حقيبة، فقال له افتحها. او شفى سيدنا خالد: ما هذه الحقيبة؟ فيها ايه؟ ده بيكلم ابن بقيلة،
قال فيها سم ساعة. سم بيقتل بني آدم في ساعة، يقتل عطم. قال ما حملك على هذا؟ ايه شايل السم ليه؟ قال له ان انا حضر اجلي، انا سن كبير، اخته عندها 80 سنة، هو برضو في الايه قريب منها. قال له اقترب اجلي، وما كنت اظنكم ما رأيت. ما كنتش فاكركم كده، يعني في اخلاق، في معاملات بتقدموا يعني، ما كنتش فاكركم كده. فلم احب ان ادخل على قومي شيء. لو بيقول له لو كنت تزلتوني او حتزلوني او تقتلوني، لا انتوا بدل ما تزلوني واجيب زله على عيلتي واولادي وكده، لا انا اخد السم واموت، ما تتمكنوش مني في حاجه، دوش علي حاجه. فسيدنا خالد قال له يعني انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها. انت هتشرب السم تموت؟ لو ربنا بيفهمه ان ربنا مش مقدر لك تموت، مش هتموت، هو بكل شيء بقدر الله. فحل الرباط وطلع السم سيدنا خالد وحطه على ايده كده، وبدا يبص فيه، وبدا ايه هيشربه. فبدا يقول بسم الله خير الاسماء، رب الارض والسماء، الذي لا يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم. ولسه عايز ياخد السم، فحاولوا يمسكوه، فابتدرهم خالد وابتلع السم فلم يؤثر فيه. فقال ابن بقيلة لم أرى مثل اليوم وضوحا. خلاص دول ما مش يا أهل الحيرة، والله لا يبلكن هؤلاء ما دام فيهم رجل واحد من اللي انتوا شايفينهم دول. طول ما فيهم راجل هيملكوا ما يشاؤون. دول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان قايل يعني هذه العبارات قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصحابة هيفتحوا وحيروحوا البلاد، يقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. وقال اللي بعديكم هيغزو، فيقال هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. الأجيال اللي هي الثلاثة الأولى، طول ما الأجيال دي موجودة وفيهم حد في الجيش في العسكر، ربنا بيفتح لهم البلاد. فابن بخيلة كان قال لهم ان دول طول ما انا ما شفتش زي النهاردة، ما شفتش زي كده. استقرت الامور في الحيرة، بدأ سيدنا خالد اتخذها بقى ايه المنطلق. اول حاجة ارسل الى ملوك الفرس، الملوك القادة كبار بتوع الفرس، رسالة دي يعني خليها بقى نقولها بعد كده ان شاء الله. وارسل الى عوام الفرس، ان الناحيه الثانيه بقى هيعدي بقى، ده رايح الناحيه الثانيه، ده رايح العقر دار الفارس. فقبل ما يروح بعت رسائل للملوك للقوات، وبعت رسائل لعوام الفرس. ايه الرسائل دي؟ ايه اللي فيها؟ كيف صارت الأمور في بلاد فارس؟ هذا ما نتابعه إن شاء الله في المعارك والحروب والفتوحات الإسلامية. وأسأل الله أن يهيئ لنا أسباب النصر والتمكين، أسأل الله أن يستعملنا في دينه، وأن ينصرنا بالإسلام، وأن ينصر بنا الإسلام، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يعز بنا الإسلام. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.